دور ريفولتا ايجيبت ان هي تاسس اول بنيه تحتيه للسيارات الكهربائيه في مصر، وده معناه ان هو انشاء شبكه كامله لمحطات شحن السيارات الكهربائيه في جميع الطرق ومدن مصر. واحنا كان في يعني البلان بتاعنا في الموضوع ده ان احنا بدانا الموضوع على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه اللي احنا افتتحناها في شهر فبراير 2018 اللي هي 65 محطه في 7 محافظات، وان شاء الله في 2019 هننفذ المرحله الثانيه اللي هتكون في الدلتا، والمرحله الثالثه في 2020 هتكون غطت الصعيد وجنوب سيناء ان شاء الله. ريفولتا ايجيبت هي دورها الاساسي هي محطات الشحن، تمام. ومحطات الشحن دي شبكه معموله انها تخدم اي ماركه هتتواجد في مصر تمشي بطاقه كهربائيه، سيارات كهربائيه. ولكن احنا عشان نشجع السوق فاحنا حابين ان احنا نقدم مجموعه من براندات السيارات الكهربائيه عشان نعرف المستهلك المصري ايه هي السيارة الكهربائية، وفي نفس الوقت ان احنا نشجع كل الوكلاء في مصر وكلاء السيارات ان هم يبدأوا يقدموا المنتجات بتاعتهم اللي هي خاصة بالسيارات الكهربائية. احنا مبدئيا هننزل ان شاء الله اللي هي التسلا. التسلا فيها منها ثلاث موديلات اللي هي موديل اس وموديل اكس وموديل 3. لو بنتكلم على الموديلات اللي هي متوفرة حاليا اللي هي موديل اس واكس، فبنتكلم انها تبدأ اسعارها من حوالي 2,150,000. 2,150,000 ده الموديل اس وموديل اكس. العربيات دي هتشتغل بالكهرباء بنسبه 100%. دي كهرباء 100%، وطبعا نتكلم ان العربيه يبقى رنجها من 400 ل 600 كيلو على الوان شارج. تسلا اللي هي الموديل 3، ودي عربيه بتبقى دي تعتبر ارخص عربيه في السيجمنت بتاعها، لان هي في نفس الكاتيجوري بتاع ال 3 سيريس والسي كلاس في مرسيدس مثلا. لكن بنتكلم العربيه دي ممكن انها تبقى سعرها في حدود 900,000 جنيه. مفيش اسعار اقل من كده حضرتك يعني؟ مش طبعا في بقى في البراندات الثانيه، يعني هيبقى في ممكن في الهيونداي، في النيسان، في رينو، في الكيا. لكن حضرتك شوف العربيه الكهرباء عامه في العالم، عشان نتكلم على عربيه كهرباء براند معروف، مش هتقل سعرها عن 700,000 جنيه. يعني انا هقف اشحن كهرباء قد ايه وقت وهدفع كام فلوس؟ شوف حضرتك، هو احنا بنتكلم على احنا عندنا نوعين من محطات الشحن. محطات الشحن السريعه، ودي متواجده على طرق السفر، طرق السريعه على الرينج رودز حوالين المحافظات او المدن. دي تقدر تشحن العربيه من 20 ل 30 دقيقه زمان. وعندنا نوع تاني من المحطات اللي هو موجود في المولات، في الجامعات، في يعني في اي اماكن فيها تجمعات سكنيه او تجاريه. ديت تحتاج حوالي من 3 ل 4 ساعات شحن. طيب تكلفه الشحن سواء في المحطات دي او دي، يعني مثلا نقدر نقول مثلا عربيه زي الهيونداي ايونيك انا اقدر اعملها فول تشارج هتكلفني حوالي 50 جنيه. ال 50 جنيه دول بقى يمشوني كام كيلو؟ 250 كيلو. 250 كيلو. البنزين بقى يمشيني ال 250 كيلو دول بكام؟ يعني محتاج 25 متر، يعني بتكلم في 125 جنيه، يعني من 125 جنيه انزل ل 50 جنيه. ده طبعا بخلاف في حاجه تانية مهمه، ان انا في العربيه الكهرباء ما عنديش مصاريف الصيانه اللي موجوده في البنزين. من العربيه الكهرباء اول صيانه حضرتك هتحتاج تدفع فيها فلوس عن 90,000 كيلو. ومش ملوثه للبيئه؟ مفيش تلوث للبيئه.